النجمة الجميلة رانيا محمود ياسين، بقول لك مليون مبروك على التكريم. ميرسي جدا، بشكرك، ميرسي قوي. عايز اعرف احساسك بقى بالتكريم النهارده، وخاصة انه تكريم مختلف عن دور النجم الكبير محمود ياسين الوطني مش بس الفن. والله يعني أنا سعيدة طبعا جدا، وهو أكيد سعيد بالتكريم. هو حقيقة هو يعني ما شاء الله عليه، على مدار السنين اللي فاتت كلها وتاريخه الطويل في الفن هو اتكرم كتير، وكان دايما الحمد لله بيتم الاحتفاء بيه وتكريمات كثيرة جدا في تاريخه. يمكن هو بيبقى سعيد بالتكريمات دي بس خلاص، بقت حاجة يعني عادية في حياته، إنما احنا اللي بنبقى سعداء قوي والله. يعني فكرة في الفيلم التسجيلي، الكلمة اللي كانت مصاحبة للفيلم، قال إنه التكريم بالنسبة له بالعكس مهم جدا. وفعلا بيسعده جدا، بس أنا عارفة إن هو عنده حالة من الزهد، يعني كل تشبه كبير يعني خلاص اللي هو، بس هو الحاجات دي بتجدد له الإحساس يعني بحبه للفن، وإن الناس دايما فاكراه، بيبقى سعيد أكيد. بس أنا متأكدة إن احنا سعداء أكتر، لان احنا فعلا بنبقى فخورين قوي ان هو الحقيقه قدم كل هذا التاريخ والرصيد المشرف جدا اللي بيخلينا دايما مفتخرين بيه، ودايما حاسين ان احنا فعلا شرف ان اسمي رانيا محمود ياسين. خلينا كده نطمن كل الجمهور على صحه نجمنا الكبير استاذ محمود ياسين، عايزين نطمن على صحته. الحمد لله بخير، كويس جدا، وصحته الحمد لله كويسه. ويمكن النهارده بس ما قدرش يجي لانه كان عنده ارتباط حقيقه، يعني برنامج تسجيل بروجرام عنده المفروض هيجي لنا البيت وكده، فهو الحقيقه يعني كان متفق عليه من اكتر من شهر، فما كانش يعرف الميعاد هنا، لكن طبعا هو من حرصه على انه يبقى لازم يبقى يعني حد يتسلم الدرع، فبعتني انا بقى. طيب، والحقيقه كل فتره كده بتطلع شائعات الحقيقه يعني سيئه جدا وسخيفه جدا بتخص صحة نجمنا الكبير محمود ياسين، تفتكري مين مصدر الشائعات دي وإيه الهدف من وراها؟ والهدف أنا اللي أتضايق، هو أنا المقصودة بالموضوع، لأن أنا كنت ببقى بطلع على الهواء بهاجم ناس معينة هم عارفين نفسهم، فقبل ما أطلع على الهواء دايماً يعني كانوا بيختاروا الثلاث أيام اللي أنا بطلع فيهم على الهواء، وقبل ما أطلع على الهواء بساعة عشان أروح ألاقي القناة كلها تقريباً بتهر من الرعب، فبدوا يعملوا الموضوع ده ثلاث أيام من كل أسبوع، كل أسبوع قبل ما اطلع على الهواء بيختاروا الثلاث ايام اللي انا بطلع فيهم على الهواء. فبس فانا وجهت لهم رساله وتريقت عليهم، وفي نفس الوقت الحمد لله استاذ محمود طلع على الفيسبوك، يعني صورنا له وعملنا له يعني كليب فيديو كده طمن الناس وقال لهم انا كويس الحمد لله وما فيش حاجه وبشكركم على اهتمامكم. فده بعدين هي كده كل فتره بيحبوا ايه يعني يضايقوا الناس باسم مهم الناس بتحبه وبتهتم بيه فينكدوا عليهم باي طريقه، والحياة دي اسلوب رخيص قوي، يعني اسلوب رخيص قوي 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 يعني، ويدل ان عدوك تافه يعني بيستغل كل الاساليب الرخيصه عشان يعمل بيها بلبله بس. رانيا، الاعلام خطفك كده من الفن، بقالك فتره مركزه في البرامج التلفزيونيه، هل استهوتك اللعبه؟ لا هي مش لعبه. هو كل حاجة في الدنيا لعبة الحقيقة. هي مش لعبة، هي جد قوي. لا بالعكس، هو أنا استهوتني طبعا، وهي التجربة حقيقة ما أقدرش أقول لك إن هي تجربة سهلة، لا بالعكس، وهي تجربة صعبة. طبعا طبعا. إيه واجه صعوبات؟ أنا بختار أصل الصعب، يعني أولا أنا بختار الجانب الاجتماعي والسياسي، مختارة الهوى، فأنا مختارة كل الصعب، فطبعا ده كل دي حاجات. ليه ما يعني ما فضلتيش انك تقدمي برنامج فني قريب منك، تستضيفي زمايلك كده اللطاف، تضحكوا تهزروا مع بعض؟ ما بيستهونيش خالص كده خالص، اصل انا مش حاسس اني بعمل حاجه جديده، يعني لو قعدت اتكلم في الفن طب انا ايه الجديد اللي انا بعمله؟ انا بجاني انا حاسه ان الاعلام لو دخلته لازم ادخله في الجانب اللي يخص الناس واللي يمس الناس واللي يحس. خلق لك اعداء مش كده؟ طبعا اعداء كتير كتير جدا، بس مش فارق معايا يعني. تمام، انا ما هو طالما عندك اعداء يبقى انت ناجح، مش عامل حاجه يبقى انت مش ناجح. فانا العكس، بالعكس ده قواني اكتر، العداءات دي ادتني طاقه ايجابيه ما ضايقتنيش خالص، وخلتني ان انا اهتم واحرص اكتر على ان انا يعني اقدم شغل افضل. طيب، يعني معظم الفنانين بيقصروا السلامه كده ويمشوا جنب الحيط، ما لهمش دعوه بالسياسه ولا الكلام ده، يعني منين جبتي الجرأة دي؟ أنا مش منهم، مش من ده خالص، مش أصلا أنا داخلة أعمل. سر الجرأة اللي في شخصيتك؟ هي دي طبيعتي، بس أنا ما كانش بيبان هذا الوجه في الفن، لأن الفن ما بتقدرش تبين بيه شخصيتك الحقيقية، فكل الناس بتندهش دلوقتي الله إيه ده رانيا بقت جريئة ليه كده؟ لا هو أنا أصلا كده، دي طبيعتي،
بس الفن مش بيبين لي ده. وانا حتى قررت وقلت انا دايما هقدم في الفن الجانب اللايت الكوميدي، الحاجات اللطيفه الحاجات الخفيفه، وفي الاعلام ابين الجانب التاني اللي الناس مش عارفاني فيه. فعشان كده لما تيجي الناس تتفرج عليا يقولوا دي غير دي، دي مش دي، هي دي ابدا. بس اكتر حلقه بذلت فيها مجهود او حسيتي انه يعني فعلا حاولتي انك تطلعي من الضيف او من الموضوع اللي بتناقشيه شيء جديد وغريب بالنسبه للناس؟ بص انا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني استضفت كل رجال السياسه المهمين او اللي ليهم قيمه وقامه في المجال السياسي والاجتماعي، وخبراء استراتيجيين وسياسيين ووزراء. يعني انا الحقيقه استضفت الحمد لله رب العالمين في السنه دي كم هائل، وصحفيين كبار ونواب برلمان تقريبا كلهم استضفتهم. انا ما فيش حلقه فيهم تعاملت معاها على انها حلقه سهله، كل حلقه بشتغل عليها على انها حلقه صعبه، وعلى ان انا لازم اطلع من الضيف يعني كل ما هو جديد وكل ما هو مستفز بالنسبه له. يعني فانا مش قادره اقول لك مين، لانه والله كلهم كان بالنسبه لي. بس طبعا يعني استاذ مصطفى بكري مثلا استضفته مرتين، مره جالي في صباح العاصمه الساعه 10 الصبح، ودي كانت سابقه من نوعها انه يصحى بدري كده ويجيني، دي كانت حاجه اسعدتني جدا يعني. وكنت بتكلم مع البرلمان. غريبة ان انت بتصحي بدري كده. ما هو دي برضو حاجه من الحاجات اللي ما حدش بيعملها غيري برضو. ان ما فيش فنانين بيصحوا بدري يعملوا برنامج. الساعه كام؟ كنت بعمل صباح العاصمه، كنت بكون يعني 7 في القناه. خمسة الفجر مثلا صاحيه من النوم. ما شاء الله. طيب قولي لي بقى، يعني الفن وحلمك الفني اللي ورثتيه عن والدك ووالدتك فين وسط جرأتك وصراعك مع السياسة ومع البرامج الاجتماعية؟ يعني تقصد انه يعني ما فهمش الفن فين؟ فن فين؟ لا الفن موجود، بس هو فين الفن اصلا؟ يعني هو في فن دلوقتي؟ انت مش مقتنعة باللي بيتقدم دلوقتي خالص خالص. مش حاجة عجباكي خالص؟ خالص. معلش انا اسفة لو ده يزعل الناس، بس انا مش عاجبني حاجة. مسلسلات رمضان مثلا اللي فاتت ما عجبكيش اي حاجة خالص؟ ساعتها وأسعدها جدا بيها، اقدر ما اقدرش اتفرج عليها تاني، هي بلوف كده او افيه بيجي ويخلص بس. وده دليل. شايفه ايه السبب؟ عملت كواي يعني. شايفه ايه السبب ان هي يعني ما بتفضلش في الذاكره؟ منظومه متهالكه بتطلع اعمال ما بتعيش، منظومه بتفكر بمنطق الشلاليات، بمنطق ان الممثل ده هيجي ارخص من غيره، مش ان الممثل ده لازم يجي عشان هو ده دوره. ان المنظومه بتفكر هتدي النجم كل الميزانيه، فالناس كلها تبقى متضايقه من النجم وحاسه انها مقهوره طول العمل، فبيشتغلوا بمنطق السبوبه، يضربوا السبوبه ويجروا. منظومه متهالكه، انتاجيا متهالكه، فكريا متهالكه. ده الى جانب بقى الكتاب والسيناريستات اللي بيكتبوا المسلسلات يعني على الهوا. على الهوا ده مش على الهوا، ده تلاقي بيديك المشهد وانت ما قريتوش قبل كده وانت واقف قدام الكاميرا، حاجات غريبه يعني. ده حصل معاكي؟ يا كتير. مش فاهمه طب ايه يا جماعه يعني؟ طب وبعدين بتخش ما انتش عارف دورك هيخلص على ايه؟ بيبقى موقفك ايه؟ يعني انت لما تقفي قدام الكاميرا كده وتلاقي المخرج جايب لك مشهد يقول لك ده اللي هتقوليه دلوقتي، ولا حاجه اقول له طب ثواني بقى اقراه وافهم ده قبل ايه وبعد ايه، فبيشرح لي فبتخش. لكن اكيد لو الحاجات دي كلها موجوده ومتجهزه ومترتبه من بدري اكيد الدنيا هتبقى غير. زي ما كنا بيجي لنا المسلسل ابص الاقي كده انقطاع الانتاج، ربنا يرجع الايام دي يا رب على خير تاني. ابص الاقي يقول لك مساء الخير قطاع الانتاج بكلم حضرتك، عايزين نبعت لك مسلسل كذا. طيب حاضر. ابص الاقي مثلا لو 30 حلقه، الاقي 30 حلقه داخلين عليا كلهم. اقول يا نهار ابيض انا هقرا الجبل ده كله. كنا بنقراه بس. لكن دلوقتي لو دك 7-8 حلقات ويقول لك بقى ان شاء الله يعني هنعمل لك حاجات كده وما تقلقيش، انا ده انت حبيبتي اعمل لك اللي انت يا سلام. بعد كده بص تلاقي ان مفيش حاجه، تلاقي الدور مفيهوش حاجه بس. طيب ايه اللي ممكن يرجعك تاني تقفي قدام الكاميرا كفنانه؟ ان الاقي شغل محترم، شغل يعني يضيف لي رصيدي، احس اني بعمل حاجه، مش احس ان انا يعني بشتغل وخلاص عشان ابقى موجوده. اصل هما دلوقتي يقول لك ايه الموجود هو ده اللي بيبقى على العين والناس فاكراه، واللي مش موجود قاعد في البيت الناس بتنساه. طب انا مالي؟ مش عايز اخليكم نسين اعمل لكم ايه؟ انا عشان اعمل حاجه غلط او يعني مش قصدي غلط، يعني اعمل حاجه تبقى احس انها خطا في الاختيار، ان انا اخترت غلط عشان ابقى موجوده، لا مش عايز. طيب طبعا النجم محمود ياسين كان عنده شركه انتاج ولا زال، لكن متوقفه عن الانتاج، ليه ما تبدايش يعني تفكري؟ لا ما بعرفش خالص، انا ما ليش في حكايه الانتاج دي ولا الفلوس، اي حاجه في حسابات ماليش فيها خالص خالص. انا فاشله. النجم محمد رياض عنده شركه انتاج، اي يعني زوجة. طب وعمل ايه؟
تتحدوا كده، تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتعملوا حاجه قويه. مش مساله اصلها، اصل الفنان لما يجي ينتج ده غلبان لانه بيبقى عايز كل حاجه تطلع صح، فاللي بيحصل انه بيخسر فلوس كلها، فبلاش يعني المنتج الفنان ده مش سهل، مساله مرهقه. غير افلام زمان يعني، كمان زمان كانت الميزانيات اقل والدنيا كانت ارخص والحياه اسهل وكل حاجه كانت سهله، وتلاقي فنانين كده جايين يشتغلوا بحب، مش بيجيش يقول لك هتدي ادفع لي كام وكام مليون والعقد ده انا كذا وانا ماضي في حته الفلانيه ولو ما اديتنيش اعلى مش يعني مفيش الجو ده كان زمان. انا حاسس ان في كده يعني نبره تشاؤم في صوتك، فانا مش حابب ده. لا مش تشاؤم، دي واقع. ايوه دي نظره واقعيه يا جماعه، ما تفهموش غلط، لا دي نظره واقعيه جدا للامور. انا واحده يعني فاهمه الدنيا ماشيه حواليا ازاي في الميديا او في الشغلانه بتاعتنا، فما بضحكش على نفسي، مش عشان اتواجد اضحك على نفسي لا. طيب خلينا كده نتفائل. وان على فكره احنا هقول لك على حاجه، انت واجه نفسك بمشكلتك هتتفائل، لكن طول ما انت واهم نفسك وان انت اعلى نسبه مشاهده وانك مكسر الدنيا وان مفيش اعظم منك وان انت اعلى ريتنج على اليوتيوب وتلاقي ممثل المسلسل ده ما حدش شافه، بتلاقيهم كل واحد كاتب على الستيتس بتاعه على الفيسبوك انه نمبر 1، يعني طب لما كلكم نمبر 1 مين نمبر 2؟ مش عارف. طيب بمناسبه رقم واحد، يعني مثلا الفنان محمد رمضان قال ان هو رقم واحد، انت شايفه ان هو رقم واحد؟ ايوه الموضوع ده بقى بجد، يعني الوحيد اللي بيقول انا رقم واحد. معنى بقى؟ لان ده حقيقي، انت ما انت بتشوف، كنا بنشوف في الشوارع يعني بص اتفقت او اختلفت مع اللي بيقدمه رمضان، يعني ممكن انا مثلا ماليش في الستايل بتاع الافلام مثلا التجاريه او الافلام اللي فيها بلطجه او العشوائيه انا مش يعني ما بحسش نفسي في النوعيه دي، يعني ما بعرفش اتفرج عليها قوي، لكن ما تقدرش تقول ان محمد رمضان فنان مش كويس او ان محمد رمضان ده مش فنان، ملوش شعبيه، نجوميه كبيره جدا في وقت قصير جدا، فما تقدرش تنكر ده واقع، وهو فعلا رقم واحد ده بجد. خليني اقول ان كل الفنانات اللي سجلت معاهم تقريبا بيقولوا لي احنا شخصيا ما بنتفرجش، بس في ناس بتتفرج. هو في كاتيجوري معين بيحبه جدا، المناطق الشعبيه برضو اللي هو بيمثلهم، وهي الاغلبيه العظمى من المجتمع، فهو حقق نجاح مع فئه للاسف العشوائيات بقت هي الاغلبيه. ما تقدرش العشوائيات بس، والناس البسيطه كمان، يعني المجتمعات البسيطه دي في العشوائيات، مش كلهم عشوائيات والله، يعني المجتمعات اللي هي البسيطه او عايزه النجم الشعبي او بتاع بيلاقوا نفسهم في محمد رمضان. ف انا بس انا من وجهه نظري ان رمضان بقى لازم يبتدي يغير. خليني اسالك سؤال، لو اتعرض عليكي المشاركه في مسلسل الاسطوره مثلا بدور من الادوار اللي اتقدمت في المسلسل، كنت هتوافقي؟ اكيد اكيد طبعا، رغم من انك ما بتتفرجيش على النوعيه دي من الاعمال. ما هو انا ليه هقول لك ليه، لان انت لما بتشتغل مع نجم مهم او عنده نسبه جمهور كبيره انت بتاخد من جمهوره وبتكسب جمهوره، زي ما مثلا الاستاذه فردوس عبد الحميد فكرت اعتقد بنفس المنطق، ممكن تكون هي ما بتحبش النوعيه دي بس هي عارفه انها بتشتغل مع نجم هيضيف لتاريخها الكبير عمل مختلف وطريق وحاجه جديده بالنسبه لها، انه اعاد نجوميتها من جديد بعد ان اختفت سنوات. هي نجمه كل الاحوال، يعني ان اعادها للظهور مره ثانيه طبعا بيعمل لها فلاش لايت ثاني، ده حاجه مهمه، والفنان بيبقى طول الوقت عايز يتعمل عليه سبوت لايت في حاجه، يا اما هيعمل دور ما عملوش قبل كده ويبقى حتى لو العمل كله على بعضيه مش ناجح قوي بس الدور بالنسبه له يبقى في رصيده، يا اما عمل جماهيري جدا وهيتشاف كويس جدا فيستشعر فيه انه اتشاف كويس ونجح فيه بس. طيب تختاري لو سمحتي عمل من اعمالك ده بتعتبريه رقم واحد في مشوارك الفني؟ زواج بدون ازعاج، ما فيش شك. اكيد كان كوميدي. انا بحب الاعمال الكوميدي جدا، في كوميديانه 100 100 هبتاع كله يا جميل، عارفه الناس دي. طب لو فيلم العظيم محمود ياسين وفيلم للعظيمه شهيره تعيدي تقديمهم مره ثانيه؟ لا بحب مسلسل يقين قوي لمامي، هما الاثنين مع بعض وجلسه سريه والاثنين من انتاجنا. يعني الاثنين مع بعض، انت ايه بتشجعي الاعمال المشتركه ما بينهم؟ انا بحسب انت بتتكلم على يعني يعني فعلا هو شرط مع بعض، يعني انا بشوف ان هم انا من وجهه نظري حتى يعني بصرف النظر ان هم كانوا مع بعض في العمل، بس انا بحب لهم جدا العملين دول، احسن عمل طبعا الفنان محمود ياسين تاريخه كله الحقيقه، يعني بس انا والدتي بحب لها اليقين جدا جدا، بحب لها مخلوق اسمه المراه، ما كانتش معاها والدي فيه،
بحب لها اعمال كتير، هي قدمت اعمال كتيره جدا متميزه، بس انا من الحاجات اللي انا ما بنسهلهاش بحس انها اضافت برضو، بحب لها فيلم وصمه عار كان مع النجمه نور الشريف، يعني ليها ادوار حقيقه كتيره متميزه. وطبعا بحب لها جدا ضاع العمر يا ولدي، اكيد ما شاء الله كلها والدي كله الحقيقه حاجه عظيمه جدا. طيب تقولي له ايه دلوقتي النجم الكبير محمود ياسين، وتقولي لمامي ايه كمان، وعايزك لو سمحت تقولي لزوجك العزيز النجم محمد رياض كمان كلمة كده، كل واحد كلمة، لا عشان الجمهور يعرف انت بتقولي لهم ايه. بصي طبعا انا يعني مش هعرف اقول لهم كل الكلام اللي في قلبي لان هم عارفين واكيد طبعا، بس انا طبعا بقول لهم ربنا يخليكم ليا، وانتوا وقفتوا جنبي كتير، وانتوا سندي في الحياة، ويعني انا من انا تكويني الانساني والثقافي والفطرية اللي عندي كلها كده حاجات كلها محمود ياسين شهير. يعني لو الناس النهارده بتقول لي انت انسانه كويسه، او حد بيحترمني، او في حد بيحبني، او حد على المستوى الانساني، مش بتكلم على المستوى الفني او الاعلامي، بيحترمني او بيحبني او فده جزء من يعني من تكوين محمود ياسين شهيره، تربيه محمود ياسين شهيره. فبس اما زوجي بقى محمد رياض فهو ليه كل الحب والتقدير، واكتر واحد بتدلع في الدنيا ما يقدرش يتكلم. اولادك بقى الجمال، عندك كم ولد؟ عندي عمر وادم وبس الحمد لله كده، ربنا يخليهم. ما شاء الله، كم سنه بقى؟ عندي 15 سنه و8 سنين. ما شاء الله، في بقى بوادر كده حب للفن او الموهبه الفنيه؟ ادم شويه، ادم بيحب شويه. عمر بيحب بس مش ناوي يعني يسلك الطريق على الاقل الفني، يعني يتذوق الفن فقط يعني. لكن انت شخصيا بتفضلي ان هم يكونوا فنانين؟ انا مش عايزهم فنانين خالص. ليه؟ بعد كل اللي قلته ده ليه؟ يعني طب ليه بابا وماما ما نصحوكيش بده؟ نصحوني يا ده اصريتي تخشي الفن. يعني كانت بتقلب الدنيا في البيت بيني وبين بابايا. لا لا فعلا يا ريتني سمعت كلامه والله. ده اخرة اللي بسمعش كلام بابا ومامته يا جماعه. لا اكيد يعني بالتاكيد انت اصرارك خلانا نستمتع بفنك الجميل طبعا، وبظهورك الاعلامي المميز اللي الحقيقه انا بعتبره اضافه للاعلام المصري. انت عارفه يا رانيا انا بحبك جدا، بحب كل العيله طبعا، عائله ال ياسين الجميله، بشكرك ودايما بسعد بكل لقاء معاك. انا كمان ميرسي خالص.